اليوم معنا اكرام لايف شانيل، اول يوتيوبر اليوم تبارك الله انت زهره بزاف هنايا برشيد. كيفاش فعل التواجد ديالك وفقط صديقه ديالك؟ اول حاجه كنهنى اختي هاجر لانها تستاهل، والحمد لله كانت الفكره انها كانت غير فكره، مجرد فكره، وطبقناها الحمد لله على ارض الواقع اكيد بالحضور ديال كاع البنات العيالات اللي كنفتخر بهم اكيد. وكاينين بزاف العيالات لداخل ما قدروش يبانوا لكم يعني ما كيحبدوش اكيد الظروف الشخصيه ديالهم، كنحترم الراي ديالهم. وكنقول بهذه المناسبه اول حاجه كنمثلوا المراه المغربيه، وكنمثلوا المراه اللي كتسكن في مدينه برشيد سواء كانت من مدينه برشيد او خارج مدينه برشيد، فلينا الشرف اكيد تكون اختنا وحبيبتنا هاجر اللي نحتفلوا بها على دعمتوها في البرنامج. اكيد 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 دعمناها في البرنامج وكنصفقوا ليها وفرحانين ليها، ومني دات اللقب اكيد كنفرحوا ليها وربي شاهد. كنتي في البرايم اللي خرج اكيد اكيد, أكيد. لان شوف اول حاجه هاجر اللي ما كيعرفوش الناس انا صاحبتي قبل ما تدخل للمسابقه، لان صاحبتي الاول هي راه كانت كليون يعني كليونت انا كليونت ديالها، يعني كنت كنتقدم دائما الحلويات بالنسبه لانيفيرسير ديال وليداتي وهذا، وبقينا صحابات والحمد لله. دائما كنقولها انها ما تبدلاتش، لان سبحان الله واخا خدات اللقب وما شاء الله بقات هاجر هي في سبيغتها. كنقول لك من هذا المنبر الله يكمل عليك وتستاهلي، وحنا الحمد لله كنفتخروا بك كأنا يوتيوبرز مدينه برشيد، ومعنا اختي زهيره المركب ميك اب ارتست المعروفه بمدينه برشيد، واختي زينب اكيد اللي رئيسه ديال التعاونيه ديالها اكيد. اليوم انتما مثال المراه المغربيه النازحه، فرحان نكون معك. فانا جد فرحانه ومسروره باش نقول لهاجر مبروك عليك هذه الورشه الصغيره اللي غتستافد منها كل ربه بيت، كذلك حتى هي كان حلم بسيط واليوم حققته الخطوات الاولى. فانا كنبغي نشجع اللي في المدينه ديالي باش يكونوا حتى هما افكارنا ولا اهدافنا كتكون بسيطه، ولكن نقدروا اننا نزيدوا بها القدام. وكنقول لجميع البنات اللي يعني اللي قدموا لي الدعوه وجينا وفرحنا هاجر، كنت من الاستمرارية. وكنقول دائما المرأة المغربية خاصها غير واحد شوية السند والتشجيع، فبوجودكم وجود هاد الناس وهاد دي جي رائع، صديقات حسنة وهند كذلك لايف شانيل كرام وحتى بنوسه زنوبه تبارك الله تعاونيه الحسناء عندها، فحنا كنحاولوا جميع ومن هذا المنبر كنبغي نكونوا نخدموا كشركاء في المهنه، سواء على صعيد التجميل ولا صعيد الطبخ ولا على صعيد اليوتيوبرز. مثلا اكرام كتعجبني لحقاش ماشي بنت برشيد، ولكن كتحاول كتجمع واحد اللم وواحد الشم اللي انا بالفضل ديالها انني جيت، وكنبغي الاستمراريه دائما بحال هذا الشيء اللي كيكون اللي كيشجع. حتى نتوما شفتي في دائما كتكون مسانده للمراه المغربيه والرجل المغربي كذلك بحضوركم. كنشكر اختي اكرام واختي زهيره، وكنتمنوا لهاجر ان شاء الله التوفيق. انا كنفرح بزاف فاش كنشوف المراه ماشي غير في برشيد، في المغرب كامل، انها تكون ناجحه في واحد المجال. اول حاجه انا سميتي زينب، رئيسه ديال التعاونيه ديال الحسناء للزيوت الطبيعيه ومواد التجميل.